صرفوا مليار دولار على جال هذا الغازون اللي صرفوا عليه الملايين. روحوا شوفوا درك وهرن كيفاه كانت يا اخي، قلتوا مليار دولار وهرن في القلب ونجحنا ومع على باليش. كم هي العائدات سنتيم ما دخلتوش الجزائر؟ خسرنا مليار دولار وزيد على الاقل. لو كان بقات هذيك الامور بقات للمواطن تاع وهران على الاقل شويه يفرح بالمدينه تاعو وغير ذلك، ابدا كوارث في كوارث، والو ما بقى. هذاك النخيل طاح، هذه كان فقط قوس. يعني لا نروحوا الى قضيه بطبيعه الحال، قضيه الوزير الفرنسي. انا نط الصباح البارحه نشوف تعيين جمال واحد شخص اسمه جمال كيسالي كوزير المالية. انا قلت بي ماكرون هذا اليوم عيد وطني في فرنسا، هو راه يدير في التعديلات الحكومية ونحى برونو لوماغ وحط جمال كيسالي اللي هو مواطن فرنسي. هذا جمال كيسالي مواطن فرنسي، ولد في فرنسا، كبر في فرنسا، يعني هذا ماشي انسان تجنس بالجنسية الفرنسية، هذا مواطن فرنسي ابن عنجد، ولد في فرنسا سنة يعني 1954، كبر وترعرع في فرنسا حتى سن 18-19 سنة. والقانون الجزائري تعرفوا باللي القانون الجزائري يمنع تعيين شخص عنده جنسية أخرى، هذا قانونهم، يمنع تعيين شخص متجنس بجنسية أخرى في الحكومة الجزائرية. هذه رانا كلنا متفقين عليها، هذا القانون اللي داروه هما، اللي داروا هذا النظام تاع الحركة الجدد. إيه لا لا، البارحة واختاروا اليوم، اختاروا تسمى كل شيء، ما هذا السيخونة جمال كيسالي هذا، عينه وزير المالية في الجزائر، عمر راسك، في العيد الوطني تاع فرنسا 14 جويلية، يعينوا وزير فرنسي على رأس وزارة المالية واللي هي بطبيعة الحال وزارة حساسة جدا. خلصوا الكفاءات، والناس اللي يقول لك باللي تجرد من الجنسية، لم يتجرد من جنسيته الفرنسية، لم محافظ على جنسيته الفرنسية جمال كيسالي هذا. ما دوك نقرا لكم هاو لا بيوغرافي اوفيسيال تاعو، يعني السيرة الذاتية الرسمية لهذا جمال كيسالي، دبلومي دو ليسونس اون سيونس فينونسيير دو لونيفرسيتي دارجون 1977. كيسالي ا روغاني باري او إيل إي ني بوغ أراشي أون 1994 أن ديبلوم. موقع آخر واش يقول لك؟ ني لو 11 نوفمبر 1954، ولد في 11 نوفمبر 1954 أون فرانس. جمال كيسالي إي أبخي أون سكولاريتي أون فرانس، يعني ولد في فرنسا في 11 نوفمبر 54، المسار الدراسي تاعو كله في فرنسا، تكبر وترعرع في فرنسا، ومن بعد جا الجزائر سنة 1900 كي كان في عمره 20 سنة ولا دار الآخر باه يدخل يخدم في الوزارة، وبقى يدرس في الوزارة، ما عنده لا سيرة ذاتية، ما عنده يعني الكفاءات مثله ماشي بالمئات بالآلاف، وحتى من مزدوجي الجنسية اللي على الأقل مولودين في الجزائر. سي خونا مولود في فرنسا، كبر في فرنسا، كيف القانون الجزائري القانون يخي؟ تذكروا هذاك سميرة شعبنا لما حبوا يعينوه كوزير قالوا له انت عندك جنسية فرنسية ما نقدروش نعينوك. وهذاك سميرة شعبنا هذاك ولد في الجزائر، هو مرتزق وإنسان تاع تيبا وغير ذلك، بصح ولد في الجزائر، ومن بعد كما كل المسؤولين الجزائريين راح طلب الجنسية الفرنسية باسكو يحبوا فرنسا، طلب الجنسية الفرنسية وتحصل على الجنسية الفرنسية. هذا جمال كيسالي وزير المالية، مولود في فرنسا حتى سن 18 ولا 20 سنة وهو عايش في فرنسا، ومن بعد جا الجزائر قال لك صبر نروح ندير فيها ليسونس ونولي نخدم في الوزارة، وبقى يدرس في الوزارات وعايش لا بيل في، حتى اليوم وصل انه يكون وزير الماليه دون كفاءه، بالاضافه الى المحسوبيه عائلته كامل دخلهم يعملوا في الادارات الجزائريه في مناصب حساسه. هاي الجزائر الجديده. زيدوا قولوا درك هذا، ولا الصحف تقريبا كلها الناطقه بالعربيه، روحوا شوفوا هذيك الخبر منا ما يذكروش تماما مكان الميلاد، رغم انه على العموم لما يتكلموا على تعيين وزير جديد دائما يذكروا مكان الميلاد تاعو ايا كانت الولايه. هذا جمال كيسالي ما حبوش يذكروا الولايه مكان الميلاد، علاه ما تذكروش؟
علاه ما تقولوش بانه فرنسي ولد في فرنسا حامل الجنسية الفرنسية وهو درك واحد يجيني يبدا لي في النقاش ولا اصحاب الجنسية المزدوجة وعندهم الحق في ال... انا ما نتناقش معك في هذا النقاش يكون يوما ما نتناقشوا على قضية ازدواجية الجنسية. بصح اليوم القانون الجزائري اللي داروا هذا نظام الحركة الجدد يمنع اي شخص حامل لجنسية اجنبية مش فرنسية فقط، اي جنسية اخرى انه يكون وزير. هذا كي عاد فرنسي قال لك هذا معليش، هذا فرنسا خوت يعني خوتهم في الرضا يعني في الرضاعة، ما معليش فرنسي هذا نورمال، فرنسا امهم يعني عادي نورمال. احنا قلنا جنسيات اجنبية، ولو انه في يعني بطبيعه الحال لما نقولوا بانه نظام حركه جدد انهم يعينوا فرنسي بالنسبه لهم ماهوش اجنبي، هما قالوا لك الجنسيات الاجنبيه، يعني لو كان يكون تونسي، لو كان يكون مغربي، لو كان يكون اسباني، هذاك الوقت ما نعينوهش، بصح مادام فرنسي عادي خوف الرضاعه. هذه هي الرساله. وفي العيد الوطني في 14 جويلية وكل شيء اعلنوا عليه، قال لك زعما عفو، هو لكن لا عفو لا اي شيء، اعلنوا عنه في 14 جويلية ماشي في 5 جويلية، ماشي لو 5 جويلية العيد الوطني للاستقلال المزعوم والمسلوب اللي كل مرة يتأكد بانه استقلال مسلوب، لا لا لو 14 جويلية كي كانت فرنسا كان استعراض عسكري في فرنسا بطبيعة الحال بالاسلحة الفرنسية بالاسلحة اللي صنعتها فرنسا، ماشي بالاسلحة السوفيتية واللي صنعوها الناس، الناس اللي يديروا استعراض عسكري يديروا باسلحتهم وبصناعتهم. هاي الحقيقة اين هي؟ بصح ما عليناش، هما يختار لك 14 جويلية باه يزيد يدلك ويقول لك هاني نعين وزير فرنسي ودز معاهم ونعينوه ونخرقوا القوانين من اجل اننا نعينوه على رأس وزارة حساسة اللي هي وزارة المالية. شفتوا الفضائح كيفاه؟ وين راحوا انصار؟ وين راحوا جماعه الباديسيه وجماعه تسقط الخرنسيه وجماعه نستبدل الفرنسيه بالانجليزيه؟ يا واش نقول لكم فرنسي في الحكومه؟ في بلد في العالم كله ما صراتش هذه عمرها. قادر الناس يعينوا متجنسين بجنسيتين، بصح انه تعين شخص ولد في بلد آخر وكبر في بلد آخر على رأس وزارة سيادية حساسة، يعني أنه هذا الشخص هذا ولاء الكامل لفرنسا، بلده الأم، بلده هذا ما أنا من لوموش، هو هذا جمال كيصالي، هذا يخدم بلده فرنسا لأنه ولد فيها كبر فيها، كما درك أنا جزائري ولدت في الجزائر كبرت في الجزائر ولاء للجزائر، هو ولد في فرنسا كبر في فرنسا ولاء لفرنسا. بطبيعة الحال هو من لوموش، أنا اللوم الحركة الجدد اللي عينوه، الناس اللي راحوا جابوا كما نهار تكلمت لكم أيضا على البرلمانية ميليسا بن ودفل الحاملة الجنسية الفرنسية واللي ترشحت في انتخابات فرنسية، هذاك تذكروا البرلماني أيضا محمد بخضرة اللي كان في الجيش الفرنسي، يعني هو برلماني في الجزائر كان في الجيش الفرنسي، اليوم وزير كان اليوم وزير فرنسي، برلمانية فرنسية، برلماني كان جندي فرنسي، سبحان الله وين راحين تزيدوا؟ وين راحين تطلعوا درك؟ أنا ما فهمتش، خلاص درك سلموها، قال قولوا باللي يعني ماناش رانا تحت حكم ذاتي تاع فرنسا وانتهى الأمر، وحنا نبداو نعملوا على استقلال جديد وخلاص. وانتهى الامر، علاه تعبوا فينا والجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه والخرطي هذاك وديروا لنا في استعراضات عسكريه وتبدروا في الاموال تاع الجزائر؟ قال بلي الجزائر راهي تحت حكم ذاتي من عند فرنسا، مازال ما استقليناش، وحنا نعملوا معليش حاكم عام للجزائر السفير الفرنسي وحنا نعملوا على استقلال الجزائر، وين المشكل؟ لكن على الاقل انسان يخرجها بشكل واضح، ماشي في هذا العبث يعني في هذا التمسخير تاعهم هذا. على كل حال درك نمروا القضيه الثانيه، هي بطبيعه الحال الفضائح راهم في كل جهه لا علينا. الخليج بصفه عامه، ايه الخليج انا في دفاع عليهم، اللي يمسهم يمسنا، اللي يمس الكويت ولا اللي يمس قطر ولا اللي يمس السعوديه ولا كانه مسنا احنا ما نقبلوها.
ايوه اللي يمس الخليج واللي يمس الكويت واللي يمس شكون اللي يمس السعوديه كانه يمس الجزائر وحنا ندافعوا على السعوديه هذه قالها الرئيس المعين تبون يعني تبون وبايدن خوا خوا يا خويا ها بايدن اليوم واش قال لك ها ولا معنى بانيش اذا تظهر سنعمل على تعزيز امن السعوديه في وجه اي تهديدات يا خويا بالجزائر واللي نحن حنا اس 400 ما عندناش ضرب اللي عندنا الاس 300 الدبابات راني تكلمت لكم هذيك المره على الفضائح تاع الدبابات الجزائريه اللي راح تدمر في ظرف ثواني لو يكون اي غزو على فكره للانصار تاع النظام قالوا لي راك قلت الجيش راح ينهار بعد ساعات ينهار بعد ساعات لما يكون غزو هذا هو المقصود كما